السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عايز أبدأ مع حضراتكم النهاردة وإحنا في تاني فجر من رمضان بخاطرة الفجر. هتقابل معاكم إن شاء الله يوميا في الوقت ده، هكون قرأت لكم حاجة وعايز أشارك مع حضراتكم اللي قرأته. عايز أبدأ النهاردة بأحب الأعمال إلى الله، بس قبل ما أبدأ عايز أفكر حضراتكم بنيتين هناخدهم في خاطرة الفجر. النية الأولانية هي نية قيام الليل، لأن العلماء قالوا أن قيام الليل هو إحياء الليل في أي شيء الله سبحانه وتعالى يحبه. والإمام الشافعي بيقول أن إحياء الليل في طلب العلم أشرف من إحياء الليل في النافلة، فإحنا بنحيي الليل في شيء هو أشرف عند الله من النافلة، لأن طلب العلم فريضة على كل مسلم. ومن ثم فإحنا عايزين ناخد نية حضور مجلس العلم اللي إحنا بنعمله مع بعض دلوقتي ده، مجلس علم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما اجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عندهم. فتعال ناخد النيتين دول مع بعض. ربنا سبحانه وتعالى لا يشبه إطلاقا بالعباد جل في علاه، لكن ساعات ربنا سبحانه وتعالى بيضرب الأمثال بتعاملاتنا مع بعض عشان يعلمنا إزاي نتعامل معاه. ومن ضمن الأمثلة المشهورة جدا اللي مضروبة في القرآن في تعامل العباد مع بعض الذي يشبه أو في معنى من معاني تعامل العباد مع رب العباد، الأب والأم مع الولاد. والكلام ده ذكره الإمام الزمخشري في كتابه الكشاف، كتاب التفسير المشهور للإمام الزمخشري. تكلم أن ربنا سبحانه وتعالى حاطط من رحمته في قلب الأب والأم تجاه الولاد، وإن وفاء الولاد لفضل الأب والأم فرضية كبيرة جدا جدا جدا، لأن الأب والأم مش عايزين أي حاجة من عيالهم إلا أن هم يشوفوهم بخير. بيسموه الحب المتجرد، اللي بالأجانب بيسموه الـ unconditional love، أنا سعادتي إن أشوفك بخير. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى كان دايما يتكلم عن الأب والأم بعد التوحيد: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. طيب افتكر المثال ده، وأنا عايز أقولك على حاجة خاصة بي أنا وعيالي. لسه ما قلتلكش أنا قريت لكم إيه، بس يعني امشي معايا خطوة خطوة في المعنى ده. من أكتر الأوقات اللي بشعر فيها بالراحة النفسية لما بشوف أولادي في وضع في سلام بينهم وبين بعض. أنا عندي ولد وبنت، أحلى صورة متصورة لهم كنا مرجعين من سفرية طويلة، فهم نايمين في العربية فنايمين في حضن بعض كده. لما أي أب أو أم يبص لعياله وهم في وضع سلام مع بعض يشعر أنه شبعان وبالاكتفاء، وأنه هو بيأدي رسالته وأنه مطمن على أحب ناس ليه. وأصعب اللحظات المحبطة جدا جدا بالنسبة لي أنا كأب لما العيال تتخانق مع بعض، والناس بتوع التربية قالوا لنا لما يتخانقوا مع بعض سيبوهم يهندلوا أمورهم، يحلوا مشاكلهم، ما تتدخلش بدري إلا لما الأمور تطلع برة السيطرة، عشان هم في الحياة هيتخانقوا مع ناس تانية فيتعلموا إزاي يهندلوا أمورهم، يتصرفوا، يطلعوا من المشاكل. بيبقى محبط جدا لما العيال تتخانق مع بعض وصوتها يعلى، وأصعب حاجة لما يبدأوا يضربوا بعض. يشعر الإنسان بالفشل التربوي أو يشعر بالإحباط أو يخاف عليهم أنه لو ساب لهم الدنيا يخاف أن هم ما يبقوش طيبين وحنينين على بعض. ودايما أقول لابني وبنتي: لو أنتوا مش حنينين على بعض أمال يعني مين اللي هيحن عليكم لو أنتوا كأخوات مش هتحنوا على بعض؟ فرحتي الكبيرة أنا وأم العيال، أنا ومراتي أمل يعني، لما نشوفهم وهم إيه بيساعدوا بعض في حاجة. ولله المثل الأعلى. ربنا سبحانه وتعالى ذكر إن أكتر شيء يرضيه لما يشوف سلام بيننا وبين بعض. ومن أكتر الأشياء اللي تغضب ملك الملوك، وده اللي قرأته لحضراتكم النهاردة مجموعة من الأحاديث، تكلم إن أكتر حاجة تغضب ربنا لما نشتبك مع بعض، لما نظلم بعض، لما المقربين اللي دايما ربنا في القرآن والسنة يعلمنا معنى الأقربون أولى بالمعروف، لما الأقربين يبقوا جرح لبعض وجفة على بعض وأسوى على بعض. وكل ما ربنا سبحانه وتعالى يشوفنا حنينين وبنتعامل بيننا وبين بعض بالعطاء والعفو والتسامح، كل ما الرضا والبركة والرزق وعفو ربنا ينزل علينا. عشان كده أكبر الأعمال الصالحة وأكبر الأشياء اللي بترضي ربنا مش مرتبطة بعبادات لله، إنما مرتبطة بإكرامنا إحنا كمقربين لبعض.
قال صلى الله عليه وآله وسلم: أحب الأعمال إلى الله. وسيدنا النبي لما يقول الكلام ده مش مبالغة، مش محتاج تفكر تقول له بس مش ده أحب لربنا، لما يقول لك أحب يبقى أحب. قال: أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على أخيك. كلمة أخ دي أي حد في الإنسانية اسمه أخوك، وبتزداد الأخوة لما يكون قريب منك وفي قرابة دم، ولما تكون في أخوة في المعتقد. عشان كده لما ربنا سبحانه وتعالى قال: يسألونك ماذا ينفق، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. من خير، وأكتر إنفاق فيه خير وإنفاق المودة والرحمة والتسامح. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لأنه عارف إن أكتر حاجة ترضي ربنا لما يشوفنا طيبين مع بعض، قال إن من أفضل الصدقة لقمة يضعها الرجل في فم زوجته، وإذا تقابل اثنان فتصافحا نزلت عليهما 100 رحمة. فاكر المثال بتاعي أنا والعيال لما أشوف حد منهم طيب مع التاني أبقى مطمن؟ إذا التقى المسلمان فتصافحا نزلت عليهما 100 رحمة، 99 على أكثرهما بشاشة وإقبالا على صاحبه. لأن ده اللي شايل العلاقة، ده اللي محافظ على السلام والأمان والود اللي في العلاقة، اللي داخل بوش مبتسم وداخل فرحان وبيقول له وحشتني. ده اللي بيستثمر في شيء لما ربنا بيشوفه بيرضى سبحانه وتعالى. عشان كده ما تستغربش ان ربنا بيطلع كل يوم اثنين وخميس ويفتح ابواب الجنة فيغفر لكل مسلم لا يشرك بالله شيئا الا متشاحنا. المتشاحنان الاثنين اللي في قلبهم غل تجاه بعض، الاثنين ظالمين بعض، الاثنين بيتكبروا عن الاعتذار، كان زوج وزوجة، كان اخوات مع بعض، كانوا اصدقاء. زي ما قلت لك من شوية ولله المثل الأعلى، أنا ببقى محبط جدا لما بشوف العيال بتتخانق وبخاف عليهم وأشعر إن الحياة لسه فيها كتير قوي عشان تعملوا كده في بعض. ولله المثل الأعلى، يقفل ربنا باب المغفرة على المتشاحنان، لأن الحياة مليانة تحديات ومصاعب. فلما تبقوا أنتوا يا حبايب يا متجوزين يا أخواتي يا أهل وعيالهم يا قرايب في بينكم شحناء، أمال هتعملوا إيه بره في مطحنة الحياة اللي كلها تنافس على الأرزاق؟ عشان كده ما تستغربش إن ربنا سبحانه وتعالى لما يلاقي واحد طيب وبيسامح وبيكرم وبيعطي، يجي يوم القيامة الشخص ده ما عندوش حسنات، فربنا يقول له أنت عندك حسنات إيه؟ يقول له ما عرفش، مش لاقي حاجة، بس كنت طيب مع الناس. فربنا يقول له قد تجاوزت عنك، أنا أولى بذلك منك. إذا كنت أنت كنت مع الخلق طيب وحنين، مش ممكن تبقى أنت أحسن مني، أنا أولى بالطيبة والكرم والعطاء والعفو منك. كل ده بسبب أن الإنسان ده حتى لو كانت عباداته قليلة لكنه كان مع خلق الله طيب. وإحنا مش هنعرف نكرم ربنا ولا هنعرف نرحم ربنا ولا هنعرف نمارس أي خلق مع الله، ربنا يقول لنا إن فرحته سبحانه وتعالى في رؤيتنا إحنا مع بعض بخير وبنمارس هذه الأخلاق مع بعض. عشان كده أنا بقول الكلام ده. الدين فيه إنك تاخد حقك وما تسمحش إن حد يظلمك وإنك أنت تقف لأي حد بيجي عليك، ديننا فيه كده. بس 90% من العلاقات اللي بيننا وبين بعض فيها خناقات يومية طلع من النقص البشري، طلع من ان انا بهزر هزارة سخيفة، بني ادم ما لسه مش متعلم اهزر كويس، طلع من ان انا ما التزمتش بوعد معين، بني ادم لسه محتاج اتعلم، طلع من ان انا كان عندي غضب وكان رد فعلي مش كويس وغلطت وبعترف. عارف الحاجات دي اللي بيسموها المشاحنات اليومية احنا محتاجين نقابلها بسعة الصدر. ربك يقول على نفسه إن ربك واسع المغفرة ورحمتي وسعت كل شيء. عايز أقول الكلام ده عشان وإحنا في بداية رمضان كل واحد يدور على علاقة مقربة فاسدة بسبب إنه محتاج يتسع صدره لقبول بشرية اللي قدامه. أكيد مش جاي أدعو الناس إن كنتم تتبهدلوا وتبقوا راضيين من حبايبكم وقرايبكم وتتظلموا ويتاخد حقكم في التجارة مع الناس وفي البيوت وتتهانوا وتبقوا راضيين. أكيد أنا مش جاي علشان أزود فساد العلاقات بعدم وجود شخصية تعرف تاخد حقها، بس في نفس الوقت الجفا والخصام
اللي الواحد شافه في البيوت واللي شافه في المعاملات كتير قوي يا جماعة، كتير. والواحد فاكر لما سيدنا أبو بكر الصديق، الحاجات دي ما اتحكتش في القرآن وما حصلتش في أقدار الله إلا عشان إحنا نتعلم منها. فاكر لما سيدنا أبو بكر الصديق قريبه ابن خالته مصطح ابن أثاثة اتكلم على بنته السيدة عائشة، هو ما اتهمهاش، هو نقل الخبر إن السيدة عائشة اتناس اتكلمت في شرفها، فنقل الكلام ده في المجالس لحق بيقول لك ده عائشة عملت كذا وكذا، هو مش مصدق بس نقل الكلام. سيدنا أبو بكر زعل، يعني احنا ناقصين واحنا قرايب، فوت تدافع عن بنت قريبتك ولا بنت خالك ولا بنت خالتك ايا كان صلة القرابة. وكان سيدنا ابو بكر هو الغني اللي بيصرف على بسطاء العيلة، فقرر مش انه مش هيصرف، هو هيصرف بس مش هيصرف على الشخص ده اللي اذاني في عرضي وفي بنتي وفي زوجة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، هطلع الالف جنيه دي لأسرة تانية. فنزل القرآن وليعفو وليصفح الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم. يا صديق وسع صدرك، غلط إنسان تعدي، وإنت زعلت وزعلتك أثرت فيه تعدي. أنا بقول الكلام ده وأنا بتكلم مع حضراتكم عمال بمسح عقلي كده، مين من المقربين ممكن يبقى زعلان مني، يكون بصيت له بصة فيها قسوة، أو حتى ما قبلتش غلطة منه هي أحد الغلطات البشرية المتكررة اللي مجرد تنبيهي عليها أو زعلتي اللي قعدت يوم ولا يومين خلاص أثرت فيه ومش هيعمل كده تاني. أو ممكن يبقى بينا جلسة عتاب فيها مودة ومحبة أعبر له إن الحاجة دي خسارة تطلع منك في حقي، بس بلاش جافة يا جماعة. أكتر حاجة بترضي ربنا عننا إن شفنا كويسين مع بعض، شفنا طيبين مع بعض. أكتر مشهد يعمل لك حسنات في ميزانك يوم القيامة إن ربنا سبحانه وتعالى يلاقيك أكرمت إنسان فيقول لك أنا أولى بذلك منك قد عفوت عنك. والحديث بيقول إن الشخص ده ملقاش عمل صالح عنده يقابل بيه ربنا سبحانه وتعالى إلا إنه أكرم واحد في يوم من الأيام. تعالوا نبدأ رمضان كده بالتخلية قبل التحلية، نحن نتخلى من الحجب، حجب الضغائن والكراهية والزعل اللي بتخلي الواحد مش قادر يستقبل المعاني والأنوار الربانية وهو مستريح. وهنا تعالوا نتخلق باسم الله الأول المبدئ. فاكر لما ستيفن كوفي قال لك بي برو أكتف في كتابه The Seven Habits for the Highly Effective People، العادات السبع، بي برو أكتف يعني إيه؟ يعني ابدأ أنت، ابدأ أنت الأول. ربنا قالها زمان، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، ابدأ أنت. وعلى فكرة ما يعملهاش إلا المتواضعين، والتواضع دليل على قوة الشخصية. نرفع سماعة التليفون وأقول له فلان بقى خلاص يا عم بقى صلي على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وسيبك من الموضوع اللي زعلنا ده. وكل الناس مش متوقعة إن أنا أعمل كده، لكن أنا أعمل كده إكراما لربنا سبحانه وتعالى وإكراما لسيدنا النبي اللي علمنا المعاني دي. تعالى كده نقدم هدية لرسول الله عليه الصلاة والسلام الذي تعرض عليه الأعمال يوم الخميس. فما رأيت من خير أحمد الله لكم وما رأيت من شر أستغفر الله لكم. تعال نقدم هدية لسيدنا النبي تفرحه، وهو قال كما يقول الإمام الدارقطني في كتاب حياة الأنبياء، يقول الأنبياء أحياء في قبورهم. تعال نقدم له الهدية دي صلى الله عليه وآله وسلم، ونقول له يا سيدنا النبي كده احنا بنصالح بعض محبة فيك، ومن قبل بقى ده كله إكراما وتعظيما لهذا الدين اللي قام على كلمة المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. عايز أشكر كل واحد، ده اللي كنت قريته لكم النهاردة. قريت لكم النهاردة مجموعة أحاديث كده وأنا بقرأ كلها بتتكلم عن فرحة ربنا بالأعمال الصالحة اللي الواحد بيعملها مع بني آدم مش مع ربنا. وإن ده أكتر حاجة بتفرح ربنا لما شوفنا طيبين مع بعض وبنسامح بعض وبنكرم بعض. عايز أشكر كل واحد اتفرج على الحلقة النهاردة وبعت لنا كده يعني بيشجعنا، واشكر كل شاب وبنت يعني دايما بيتابعونا ودايما معانا على السوشيال ميديا وفي الموقع بتاعنا وفي يعني في اي وسيله للتواصل. هستني اسئلتكم علشان ان شاء الله باذن الله كل يومين ثلاثه كده هبقى معاكم في لايف ارد على الاسئله اللي بعد كل حلقه بتتبعت لي. هسيبكم بقى، عايز اقترح لكم اقتراح، اللي ما صلاش الوتر يصلي، اللي ما صلاش قيام يصلي ركعتين. الحلقة هتتعاد على اون اي دلوقتي الساعة 3، عايز ابص كده في الساعة، الساعة كان دلوقتي الساعة 3 ودقيقة، زمان الحلقة بدأت الحق اللي ما شافهاش. وربنا يتقبل من الجميع، كل سنة وانتم طيبين، نشوفكم بكرة ان شاء الله في خطيرة الفجر. السلام عليكم، بسم الله.